وأسوأ من المعصية تبرير المعصية، عندما يبرر الإنسان المعصية: أنا فعلت هيك لأنه كذا وكذا وكذا، أنا فعلت هيك، أنا بيطلع لي أفعل هيك ليه؟ لأنه فعل فلان كذا أمامي. جيب مثال: خانت زوجها وتقول: أنا خنت لأنه خانني، أنا خنت لأنه مقصر معي، أنا خنت لأنه لأنه لأنه، وهو يخون ويقول: أنا خنتها لأنها مقصرة في بيتها، لأنها لا تتزين، لأنها تبرير للمعصية، وهو نسي وهي نسيت أنهم عصوا الله العظيم. هل المعصية تتعلق بالبشر أم تتعلق بالله سبحانه وتعالى؟ خنتها؟ قبل أن تخونها لقد خنت ربك وخنت دينك، قبل أن تخونيه لقد خنت الذي خلقك سبحانه وتعالى وهو القادر عليك. كيف يبرر الإنسان معصية الله؟ كيف يتجرأ الإنسان على المعصية ثم يبرر بدل أن يذوب خجلا من الله، حياء من الله، دموع ندم؟ لا، بعض الناس بكل قوة ووقاحة: فعلت أنا، يبرر. لا تبرر خطأك، واستغفر وتب إلى الله واعتذر. نسأل الله أن يجعلنا من التوابين، وأن يجعلنا من المتطهرين من ذنوبنا. لا نبرر الذنب، الذنب مثل النجاسة، يحتاج إلى غسل، لا يحتاج إلى تبرير، لا يحتاج إلى تعليل، لأنه وفلسفة، خلص استغفر الله، نغسل الذنب بالتوبة ونعود إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم تب علينا.